عاقل. ايش عايزة؟ عريس يماني يعني يكون مريش عنده فلوس يجيب لي حزام ذهب يجيب لي يعني غوايش كده ده وخطم كده يعني ذهب عيار 21-22 كده من اليمن. مش مشكلة 21-22 مشكلة ولا مش مشكلة؟ ما مشكلة. يلا إذن تمام. أيوة. إيش كمان؟ تجيب لي والله نمشي نعرس على عبد الله صالح قال داير سودانية. علي عبد الله صالح داير سودانية؟ أيوة. أنت لسه ما زوجتي؟ أنا ما زوجتها. لا. جدك. كم عمرك؟ عمري 53 سنة. بالله يا زول؟ أيوة. لا. صدقني 53. سبيها. الظروف بس بخليني تشوفني شكلي أكبر. أيوة. تسبيها بيها بيها. 53. بتتزوجي باليمني أكيد؟ متزوج باليمني لكن ما يلبسني الحجاب. ليش؟ إيش الحجاب؟ خليني كده لا لا ما يربطني بالحجاب يعني يقفل عيوني. ليه؟ ضروري. لا 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 لا. أنت عايزة حزام ذهب. أيوة. وعايزة سلوس وعايزة خواتم. أيوة. وسيارة. سيارة. ضروري حجاب. أيوة. ضروري. اليمانية قال يماني يمان حبك رماني.